مشروع بيتكلم عن نبتة اسمها بطيخ النور أو الكلام. بطيخ النور الثمرة دي بتحتوي على مواد كيميائية معينة وبروتينات ومحفزات لإفراز البروتينات جوه جسم الإنسان، يعني بتحتوي على مواد كيميائية ذات خصائص علاجية بتفيد أو بتساعد في علاج أمراض كتير منها مرض السكر. إنها بتحت أوكي فهي الثمرة دي بتحتوي على إنزيم أو بروتين معين اسمه بوتايد بي. بوتايد بي ده هو إنزيم ممكن يحل محل الأنسولين ولكن بإنتاجية أعلى وكمان بفعالية أكبر وبآثار جانبية أقل، وكمان يعني بيحتوي ده واحد ده أول حاجة ده بيساهم بروتين جوه الثمرة دي ممكن يعالج أمراض السكر، وكمان بتحتوي طبعا وفقا لمصادر كتير. والثمرة دي بتحصل خصائص العلاجية اللي فيها مثلا منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية قصدي الفاو. البروتينات او الانزيمات او الفيتامينات اللي بتحتوي عليها النبات دي ممكن تعالج تساهم في علاج امراض كتير منها امراض السرطان، فهي لها آلية مختلفة شوية عن كل الأدوية في علاج أمراض السرطان، إنها بتخلي بتعمل عملية اسمها عملية استماتة للسرطان، يعني بتخلي الخلايا السرطانية تاكل نفسها بنفسها، تاكل نفسها بنفسها بسبب تخلي بسبب عملية شيخوخة للخلايا السرطانية وبالتالي بتموت. وكمان حاجات بتمنع تكاثر الخلايا السرطانية، وبالتالي أول حاجة السرطان يقف عن التكاثر وكمان يبدأ ياكل في نفسه وبالتالي يموت. بالنسبة لفيروس الإيدز، فيروس الإيدز معروف عنه إن هو بيقلل من خلايا التهيئة المساعدة، خلايا التهيئة المساعدة وبالتالي بتقل المناعة الخلوية، المناعة الخلوية بالتدريج لحد ما يفقد الإنسان المناعة الخلوية وبالتالي بيصاب بمرض الإيدز، بيكون عرضة للإصابة بالأعضاء الانتحارية. العلاج بتاعي بيساهم في إنه بيعمل على زيادة بيزود من حساسية إفراز هذه الخلايا وبيمنع تكاثر الفيروس ده، وكمان بيعمل على إهلاك هذا الفيروس لأنها بتحتوي على حاجة اسمها ماب 13، دي خصائص مضادة للأورام الفيروسية. بالنسبة لتأثير المجتمع، أول حاجة الدواء ده سعره موجود في الهند، ممكن يجيب السيزر بتاعته حوالي 8 سيزر بالظبط ب 18 يورو. 18 يورو ممكن تساهم في عمل 10 كبسولات بالظبط، تساهم طبعا 10 كبسولات لكل مرض، كل مرض مثلا كبسولة معينة، مثلا كبسولة معينة تساهم في علاج مرض معين. فأنا بتكلم في علاج أو دواء لمرض، علاج أو دواء من نبات طبيعي بيحتوي على 3 علاجات وكمان بسعر واحد هو 10 يورو، بتقلل لنا التكلفة وكمان تزود من فعالية المنتج، وكمان يكون في يكون متاح للجميع. يكون متاح للمجتمع، هيأثر المجتمع بالإيجاب، بيكون متوفر لكل المستهلكين. شكرا.